ميرسي. انا مش عارف اقول ايه والله. بس انا اول مره اعمل حاجه وحد يسقف لي عليها. طبعا انا فرحان جدا الفيلم عجبكم، بس بصراحه انا اكتر واحد اتبسطت بالفيلم ده. اتبسطت عشان اتعلمت حاجات كتير قوي، اتعلمت حاجات كتير قوي وانا بعمل الفيلم ده، والناس اللي قابلتها وانا بعمل الفيلم ده غيرت فيها حاجات اكتر. ما كانش ينفع اشوف الشباب اللي ظهروا قدامكم دول وافضل مكمل حياتي عادي كده. احب اشكرهم جدا، واحب اشكر كل اصحابي اللي ساعدوني في الفيلم ده. هم عارفين نفسهم طبعا، يتفضلوا اون ستيج. اما صاحبه الفضل الاول والاخير واللي ساعدتني من غيرها ما كانش الفيلم ده هيطلع للنور، فهي ليلى. ليلى بليز اتفضلي انت والمجموعه بتاعتك. يا ريت يا جماعه نسقف لكل الناس اللي طلعت على المسرح دي، علشان من غيرهم ما كانش الفيلم ده هيطلع للنور. شوفي مين جه. مامي يا مامي، مامي علي رجع. معلش، هي الأدوية اللي بتاخدها بتخليها تنام وما بتحسش بحاجة خالص. مامي نصحى ونفتح عينينا الحلوين بقى. مامي علي جه يا مامي. علي حبيبك هنا. سمعها صوتك يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماما مدام إلهام. مامي بسم الله الرحمن الرحيم. مامي مامي اصحي يا ماما. خلي بالك يا ماما. ماما ما تسيبينيش يا ماما. انا اسف والله العظيم ما كان قصدي ابعد عنك. اقسم بالله ردي بقى، ردي بقى، ردي. ميرسي يا مامي. ردي. حسيت اني مش بقول لك ايه. كله تعالى اقول لك على حد. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتجننتي؟ ايه يا اروى مالك؟ في ايه؟ واضح ان جرأتك زادت قوي. مره تطلعي له الاوضه في السر ودلوقتي ماسكه ايديه قدام الناس. هو انت نسيتي نفسك؟ اروى ايه؟ أنا بقى اللي غلطانة دلوقتي؟ أه طبعًا غلطانة، بتعلي صوتك قدام الناس وإيه اللي أنت بتقوليه ده؟ مروان تعالى. ثانية بس يا مروان. تعالى بس أقول لك. أيوة يا لينا. إهدي بس، في إيه؟ في إيه؟ كلميني. إيه اللي حصل؟ مستشفى إيه؟ طب أنا جاي حالًا. خلاص جاي حالًا. تعالى. في إيه؟ هفهمك في السكة، تعالى. تعالي هنا. اوعي تفتكري ان الحركات اللي انت بتعمليها دي كلها هتخلي مروان يبص لك. الحركات دي انت اللي تعمليها، وخدي بالك من كلامك لاني مش هسكت لك تاني. طب اسمعي بقى كلامي كويس قوي يا حبيبتي واحفظيه، عشان انت شكلك نسيتي نفسك خالص. انت شغاله عندي انا، وخالتك خدامه عند مروان، واوعي تحلمي باكتر من كده. انت فاهمه؟ ولعلمك مروان بيتسلى بيكي مش اكتر، وهيلف يلف ويرجع لي انا في الاخر. طيب طالما انت متاكده قوي كده ما تسيبيه يتسلم، ولا انت خايفه ما يرجعلكش المره دي؟ ايه
لينا. بس يا لينا معلش يا حبيبتي ما تقلقيش ان شاء الله هتبقى بخير. معلش معلش يا حبيبتي. في ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ انا عارف بعد ما روان نزل اصرت انها تقعد في الاوضه لوحدها. اتاريها عايزه اخذت كل حبوب الدواء مره واحده. بس يا حبيبتي بس. تقلقش ان شاء الله. تقلقش ايه؟ انت رجعت بعد ايه؟ ما ترد؟ عايز تعرف انك اهم واحد؟ ماما موتت نفسها عشانك. عرفت بقى قد ايه انت مهم؟ ولا لسه عايز تكمل في الاستغنايه دي؟ مروان كفايه كده، احنا في مستشفى، احنا في ايه ولا في ايه؟ سلام. سيبني لوحدي يا جد لو سمحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكها من عندك يا رب، فكها من عندك يا رب. يا رب تكون بسلام. بقول لك دانس وذ مي إيلين، فكيها على نفسك كده، محدش واخد منها حاجة اسمعي مني. كان يدو تقصيعة؟ يدو تقصيعة وذ مي؟ 1 2 كده أهو كده أهو 1 2 كده أهو كده أهو 1 2 كده أهو كده أهو. عملتي إيه؟ تعالي معايا تعالي معايا. لا استني بس، ليه حصل ايه؟ النهارده اسعد يوم في حياتي. قولي لي ان منتج شافك وعايزه تقعد معاكي على بطوله فيلم تاني. طب ما بدل ما دماغي تودي وتجيب قولي لي حصل ايه؟ قال انه بيحبني. بيتهيألي انه قال لي كده يعني. بيتهيألك ازاي يعني؟ ما هو يا قال لك يا ما قالكيش. مش عارفه، اصل هو يعني قالها من غير صوت. هي واضحه زي الشمس. تفتكري فعلا قالها؟ خايفه اكون بوهم نفسي. يا بنتي انت ما تعرفيش تفرحي ابدا. الو؟ ايوه يا ماما. لا انا كويسه. شغاله اهو. ايه؟ امتى؟
لسه في العمليات. سليمة إن شاء الله، ما تقلقش. عمي ازيك يا شيخ؟ علي عندك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام. علي الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. كنت فين؟ ده احنا قلبنا الدنيا عليك. كان في بس واحد معرفة كده كان قاصدني في خدمة يعني، وكنت بحاول أساعده فيها. طب يا أخي على الأقل كنت تطمنهم، ما أنت عارف حالة إلهام. ما هي جت كده بقى، بس الظروف ما سمحتش. بس الحمد لله ربنا نجاه. الدكتور خارج لكم دلوقتي حالا. الحمد لله رب العالمين. هي كويسة دلوقتي يا دكتور؟ اطمنوا، المدام بقت كويسة. طب ممكن ادخل لها؟ كاستثناء اختاروا واحد منكم يدخل لها الأوضة بتاعتها، احنا طلعناها الأوضة دلوقتي حالا. عن إذنكم. أنا شايف إن أنسب واحد ممكن يدخل لها علي. هي محتاجة إنها تشوفه دلوقتي. على السلامة حبيبتي. علي أنا آسف يا ماما، أنا آسف. لو كنت أعرف إن أنا السبب في كل اللي هيحصل لك ده ما كنتش عملت كده والله، ما كنتش مشيت. أنت عارفة؟ أنت أحلى أم في الدنيا كلها والله العظيم. أنا ما استاهلش حبك، ما استاهلش إنك تأذي نفسك عشان. خليكي كويسة عشان خاطري، ما تبقيش تعبانة. نصر بس ده موضوع واعر قوي يا ابو عمرو. لا ما تخافش خالص، احنا مش هنجيب سيرتك باي حاجه، انت بس قول لنا فين المكان واحنا هنتصرف. خاف؟ احنا ما نخافش غير من اللي خلقنا يا انسه. اجدع صعيدي في بر مصر كلها يا عم نصر والله. تعيش يا ابن الاصول. وعشان كده بقى ما لقيتش غير الرئيس نصر هو اللي يخلص لنا الموضوع ده يا انسه داليا. الرئيس نصر ده اللي واقف مع العمال وما خافش. الرئيس نصر ده هو اللي لما اترفد كان راسه فوق، لا ترجع حد ولا خاف من حد. ايوه طبعا. والله ملوش لازمة الكلام ده، أنا خدام الحج وأنا تحت أمركم. عشت يا مستر مصر. ادخل يا حبيبتي. نمت كويس؟ يا بابي يعني نوم مقطع. كنت قاعدة بكلم مروان لحد بالليل عشان يطمني على مامي. أنا انبسطت قوي إن مروان هيبات مع إلهام، اعتقد الاثنين محتاجين حاجه زي كده. دي حقيقه. حبيبتي عرفت منين مكان علي؟ اصل يعني قعدنا ندور عليه ومحدش عارف يوصله. كلمني هو. امتى؟ امبارح لما كنا في عرض مروان. لينا انت مخبيه حاجه عليا؟ لا يا بابي. طيب يا حبيبتي انا هسبقك على العربيه، ما تاخريش.
مروان مروان ماما عاملة ايه يا حبيبتي؟ فين علي؟ علي جاي في الطريق. وانت كنت بعيد هنا؟ اه ما قدرتش اسيبك لوحدي. جايلك ورد. مين اللي بعته؟ انا بحاول اشوفه. صباح الخير يا مروان. صباح النور. الحمد لله على السلامة يا الهام. الله يسلمك كمان. ازيك يا انكل؟ ازيك يا حبيبي؟ طب معلش عن اذنكم، معايا تليفون مهم. اتفضل. اتفضل يا كمان. عندي ليك اخبار حلوه. خير؟ اجراءات تاسيس الجمعيه انتهت بشكل مبدئي، والعمال ابتدوا يشتغلوا في المقر اللي انت اجرتيه. يلا بقى اخرجي بسرعه، ورانا شغل كتير. انا فعلا محتاجه للجمعيه دي، انت مش متخيل الجمعيه دي والمشروع ده مهم بالنسبه لي قد ايه. واحنا مش مهمين عندك؟ انت ازاي تسمحي لنفسك انك تعملي في نفسك كده؟ هو انت اللي بعت الورد ده يا كمال؟ لا ده من واحد اسمه أسامة. مين ده؟ ده واحد معرفة. كان معرفة كده. أيوة. ده اللي قلتلي ناوية تدخليه معاك الشريك في الجمعية؟ أيوة بالظبط كده. طب وإزاي عارف إنك في المستشفى؟ مش عارفة، أكيد من السنتر. هي ليلى، أنت سامعاني؟ أه عايز أشوفك. لا بجد والله عايز أتكلم معاك شوية. طب خليك معايا ثانية. هاي يا مار. هاي. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ تمام. طمني على مامي. ماما كويسه في الاوضه دي ومعاها اونكل كمال. هو انت بقى سايب طنط وبتكلم مين؟ انت مالك انت؟ شايفه بيكلمني ازاي؟ ما طبعا تلاقيه بيكلم الزفت اللي اسمها ليلى. لا يا حبيبتي، انا شايفه اللي انت بتعمليه. انا قلت ما نتكلمش مع مروان في اي حاجه حصلت في الجامعه، وبالذات في الظروف اللي هو فيها دي. المفروض ان انت تبقي واقفه جنبه، وانا مش هفضل اقول الكلام ده كتير. افهمي بقى. خلاص اوكي ماشي، يلا باي باي. ازيك؟ تمام. أرو أنا مش هقدر أكمل. يعني إيه؟ يعني مش هقدر أكمل خلاص، ما بقتش قادر أحس بأي حاجة زي زمان. أيوة، يعني أنا عملت لك إيه عشان تقول لي كده؟ ما عملتيش حاجة يا أرو، ما عملتيش حاجة يا حبيبتي خالص، بس خلاص. مروان أنا بحبك، وبعدين أنت مش لوحدك يعني عشان تاخد قرار زي ده. وإيه ده؟ إزيك يا أرو؟ كويس. مروان لو احتجت اي حاجه في اي وقت كلمني في التليفون. ماشي يا انكل. ميرسي. مش بمزاجك يا مروان، مش كل حاجه هتمشي على مزاجك ولا على مزاج الزفته اللي اسمها ليلى دي. ما تفهمي بقى، انا اللي مش قادر اكمل خلاص. لا لا لا، ده هوبليس كيس. ما يجي يزورك هنا احسن. الراجل ده مجنون على فكره. أنا مش عارفة أعمل إيه معايا. تعملي إيه؟ إذا كان بعد ما أنا اتكلمت معاه، تخيلي الوقاحة اللي هو فيها.
بيقولي اوصل لك السلام واقول لك قد ايه هو بيحبك. طب هو وصل لك ازاي؟ انا اللي رحت له عشان اقول له يبعد عنك. ازاي تعملي كده من غير ما تسالي؟ يعني اسيب صاحبتي الانتيم في موقف زي ده؟ وبعدين انا عارفاكي بتضربي لخم. مش من نفسك يا نانسي، كان لازم تساليني قبل ما تعملي حاجه زي كده. يعني الحق عليا يا الهام، الحق عليا ان انا خفت ان الراجل ده يورطك في موقف من مواقفه البايخه، وهو ادي اللي انا كنت عامله حسابه حصل ده كده وانا رايحه ومتكلمه معاه. اتفضل. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. ازيك يا نانسي؟ لا سلامك يا بابا. انت قلقتيني عليكي قلق حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. الدكتور بيقول انك هتخرج النهارده. اه ان شاء الله. ازاي حضرتك يا انكل؟ اهلا. هو فين علي؟ علي تحت قاعد مع علينا ومروان في الكافيتيريا بتاعت المستشفى. ما كانش ليه داعي خالص انك تتعبي نفسك كده. لا وانا الحقيقه تعبت نفسي قوي، قعدت يجي ساعة في محل الوردة نقيه وردة وردة علشان خاطر يعجب لومي. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ما بلاش المشوار ده يا ابني، ربنا يخليك. أنا اتفقت مع الناس وهو ما عادش فيها رجوع. ما تقلقيش. ما قلقش ازاي بس يا رامز؟ الناس اللي حصل لك المرة اللي فاتت ولسه معلم في راسك. المرة دي مش زي المرة اللي فاتت. أنا خايفة عليك. ما تخافيش يا ماما، ابنك راجل. نهاية الناس دي بقت على إيدي وقربت. أنا لازم أمشي. مالكوا؟ مفيش. مفيش يعني إيه؟ بقالي ساعة قاعد لوحدي وأنتوا عمالين تتودودوا وتقولي لي مفيش. ماما فاكرين لسه تعبانة يا بابا وعايزة تلبسني هدومي وبقول أنا بقيت كويس وهي برضو مفيش فايدة. لازم أمشي. عايزين حاجة؟ في إيه يا مارينا؟ مفيش يا عدلي. ابنك مش واخد باله من صحته ويا دوبك خارج من المستشفى وهاتك يا خروج. كلمه بقى عقله وخليه ياخد باله من نفسه. هعمل الشاي. اوعى تنسى نفسك، انت تسمع اللي اتقال لك وتنفذه وبس. اي غلطه تانية ولو حتى صغيره لا هيبقى في علي ولا حسن. وانت بقى يا باشا لو عايز علي يفضل هنا لحد ما يشاء السميع العليم يبقى كريم هيشرف معاه، غير كده ومعالي واخد بعضه تنه ماشي على طول. على فكرة أنا ما بتلويش دراعي. هو مين بيحب لو الدراع يا باشا؟ تنعاش الهم، كريم مش هيقرب ناحية بيتك. انا باخده معايا الجمعيه اللي بتفتحها المدام دي دوب مره ولا مرتين في الاسبوع يعني. ساعتها يا باشا انا ابقى تحت امرك. اوعدك انه مش هيفتح بقه بكلمه واحده. ماشي هفكر وارد عليك، بس اوعى تعمل اي حاجه بغير ما اقول لك. الواد ده بقى خطر، وجوده في البيت وفي حياتنا بقى خطر يا فريد. فكر في كل حاجه، كل الطرق. انا عايز اقدر اخلص من الواد ده في اقرب وقت، انت فاهم؟ قربنا على حسب وصف ناصر والجي بي اس. بقول لك يوقف العربيه وننزل نمشي احسن. ماشي.
احنا سكنت وكله في التمام. اي تعليمات تانية كبيرة؟ اكرم العمال. دي المادة المكتوبة في تقارير المعمل اللي بيقولوا ان هي خطيرة. حاطين لزقة عليها ليه؟ أكيد علشان يبيعوها على ان هي حاجة تانية. نهار اسود.